عنوان اللقاء اليوم بعنوان من الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم. فخطب الناس فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولذلك لما خلق الله تعالى جميع الخلائق سواء من الجن والإنس والملائكة وسواء كانوا من الحيوانات صغرت أو كبرت، جعلهم الله على مراتب متنوعة يختلفون في مستويات قدراتهم وفي مستويات قوتهم أو ضعفهم. وحرم الله تعالى على أسنانه نعمة من قوة في جسد أو في مال. حرم الله تعالى عليه أن يظلم من تحته، بل أمره بالإحسان إليه. فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا فلا تظالموا. لا يظلم أحد منكم الآخر فيضره في جسده أو ينجسه في ماله أو يهدم عرضه أو يتكلم عليه في مقامه. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بين أيضا لنا الإسلام بأنه لا يجوز السكوت على الظالمين. من أتاه الله من قوة في جسده أو في مال أو في أي نعمة أمرنا نحن بأنه لا يجوز السكوت على الظالمين، بل لابد الإنكار عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أي لم يمنعوه من ظلمه، يمنعوه من ظلمه بالمجيء إليه والإنكار إليه والإنكار عليه، يمنعوه من ظلمه بالكتابة إلى المسؤولين. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أي لم يمنعوه من ظلمه، أوشك الله أن يعمهم برقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم برقاب من عنده. أيها المسلمون، إن من أسباب هلاك الأمم أن ينتشر الظلم في المجتمعات، أن ينتشر الظلم في أرزاقهم أو في وظائفهم، أو لا يستطيع صاحب الحق أن يصل إلى حقه فيظلم فيذهب فيشتكي فلا يستطيع الوصول إلى حقه. هذه أول علامة من علامات هلاك الأمم. قال الله تبارك وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. لما وقع الظلم وفشل، صار الزوج يظلم زوجته، وصارت الزوجة تظلم زوجها، وصار الأب يظلم ولده، وصار المسؤول يظلم موظفيه، وصار التاجر يظلم من تحت يده. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال جل في علاه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، قصور مشيدة لارتفاع البنايات لكن لم تنفعهم ارتفاع البنايات، قصور مشيدة فيها من الرفاهية لا يوجد أبدا عند غيرهم.
امر بقتلهم وسجنهم، فقتل من قتل وسجن من سجن. فلما سجن خالد الكركوكي مع ابيه يحيى الكركوكي وضيق عليهم في السجن، واصبحوا يتدفقون في الحطب، فاخرج من عندهم الحطب، وسخر منهم الكبير والصغير، وبسط في وجوههم السجاد حتى انهم بداوا يتدفقون بالمصباح المعلق، فاخرج من عندهم المصباح، فبكى خالد. ما استطاع ان يعيش هذه العيشه في السجن، ضيق عليهم في السجن، فبكى هذا الابن خالد وقال لابيه: يا ابتي، ما صيرنا الى ما ترى، اين الاهل؟ واين الاموال؟ واين 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 واين, وأين العزه؟ فقال له يحيى الكركوكي وهو رجل شرف فوق الثمانين عاما، يعني عاش 80 عاما، يعني فهم فيها الحياة. فقال له: يا بني، دعوة مخضوب سرت في ظلمة الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، دامت عيونك والمخضوب منتبه يدعو عليك، وعين الله تمتلئ. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ان في الدنيا كما بينا وان في الاخره. لما رجع المهاجرون من الحبشه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني باعاجيب ما رايتم. قالوا: يا رسول الله، بينما نحن هنالك اذ مرت امراه كحبك
وهو يرجو رحمة من رب العالمين، يرجو المغفرة من رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. كثير من الناس يمشي في هذه الدنيا يظلم الناس، يعتدي على حقوق الآخرين، ثم يعني يدفع فلوس للمحامي أو يكلم فلان أو يكلم المسؤول فلان ويخدع منه. لا، يوم من الأيام لا، ربنا بيقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إن قلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق. طب نعمل ايه؟ عليكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مفضله لاخيه فليتحلله منها اليوم. اليوم يرجع المفضله الى صاحبها. من كانت عنده مفضله لاخيه فليتحلله منها اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. فيقول الصحابه: بما يا رسول الله؟ لازم الوالد يرجعها الله يوم القيامه. يقول: يا ابا، مفيش اموال ولا في تراب ولا في اطيال ولا في عقارات ولا خلاص. بما يرجعها الله يوم، بما يرجعها الله يوم القيامه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. يبقى الحسنات دي بعد ايه؟ جمعتها كلها في الدنيا تروح منك يوم القيامه في الارض. عشان خاطر ان ظلمت جارك، ظلمت اخيك، اعتدت على جار ومن غيره. فلا بد علينا ايها الاخوه ان نتقي الله سبحانه وتعالى في كل شيء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اصلح الراحه والرعيه، اللهم قوم الرايه الاسلاميه، اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسلام دول بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، واختم الباقيات الصالحات ورب اعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا حظ في الاسلام